أهلا بحضراتكم من جديد. مواجهتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن حق من حقوق الإنسان، حق أصيل الحقيقة قدرت الدولة المصرية أن هي تكفله للمصريين، هو الحق في السكن. بعد ما حملت الدولة على عاتقها ملف تطوير العشوائيات وإنشاء مساكن بديلة لأهالي هذه المناطق ونقلهم في وحدات سكنية مجهزة من الأثاث والمفروشات، الأرقام اللي صادرة من صندوق تطوير العشوائيات بتقول أنه تم حصر 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية بها 222 ألف وحدة سكنية. كمان في مناقشات واجتماعات بين محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات لوضع آلية لتسكين أهالي العشوائيات بمشروعات الأسمرات 3 والمحروسة ورودة السيدة زينب. هنتكلم عن الملف ده بالتفصيل أكتر ونعرف المدى الزمني للانتهاء منه. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك. أهلا يا باشمهندس. أنا عارفة أنه الأول خلينا نبدا بالجديد، من كام يوم كان في اجتماع لحضرتك مع السيد محافظ القاهره اللي هو خالد عبد العال للحديث عن هذه المشروعات اللي بتقوموا بيها، كلمنا عن ايه اللي دار في الاجتماع ده بالظبط. هو طبعا الاجتماع يعتبر نقطه من نقط الحفاظ على مشروعاتنا والحفاظ على عدم ظهور عشوائيات جديده، وان احنا ازاي نحافظ على المشروع اللي نعمله، ازاي من ضمن استراتيجياتنا احنا مش بنبني ونمشي، هيحصل زي ما حصل في مساكن الايواء والزلزال تحولت لعشوائيات واماكن خطره اخرى على البشر. ازاي هنا بقى كان نقاشنا كله على نعمل شركات اداره ومكاتب اداريه تدير كل مشروع. تديره مش تسكن الناس وبس، النهارده بسكن الناس واسيبهم وامشي، لا ده بتدير المشروع من كله، احتياجات الناس، التزام وانضباط الناس، التزام المجتمع، التزام الجار نحو تجاره. كل الحاجات دي احنا بنعملها علشان نحافظ على المشروع. يمكن الاسمرات مشروع هو بقاله اكتر يعني حوالي 3 سنين ساكن مرحلتين الاولى والثانيه ساكنين، الناس هتروح هناك هتلاقي المشروع متحافظ عليه وماشي زي الساعه هناك. المرحله الثالثه بتسكن برضو معانا بنفس الموضوع. اذا فاحنا الموضوع مش بنينا الموضوع ونلاقي نفسنا سكننا الناس ومشينا خلاص خلصنا، لا ما خلصناش اللي علينا، اللي علينا نحافظ على المجتمع ده لغايه ما نوصل بيه لبر الامان. بر الامان ده ان يطلع اجيال من المناطق اللي بتسكنها دي. احنا ما بنطورش عمران فقط، التطوير هنا تطوير حياه، تطوير مجتمع، تطوير انسان، اللي هو زي ما بيقول المقوله المشهوره بناء البشر قبل الحجر، فدي احنا بنعيش عليها. دي كانت احدى افرع النقاش بيننا وبين محافظ القاهره. الحاجه الثانيه اللي هي التسكين نفسه، ازاي نعمل اليات للتسكين المواطنين ما تبقاش مرهقه عليهم وما تبقاش في نفس الوقت تحفظ حقوق الناس المستحقين وما تبقاش في دخيل حد يدخل غلط او حد ياخد حق حد. فدي كانت اليات بنناقشها مع بعض في الاجتماع ده، واحنا تقريبا يمكن على طول اجتماعات دوريه مع محافظ القاهره بالذات او محافظ القاهره بالذات، لان هي ليها نصيب الاسد. القاهره لوحدها يعني تكلفه مشروعات تطوير القاهره في الغير امن 11.4 مليار جنيه. وده القضيه بتاعتها 64,000 وحده، منهم 40,000 وحده او يتجاوز 40,000 وحده بناء وحدات جديده، والباقي كله غير مباشر زي خط ضغط عالي او تلوث صناعي او ولكن مشروعات القاهره يعتبر هي نصيب الاسد فيها. طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي مهندس خالد كان وجه بضروره التخلص والانتهاء من المناطق غير الامنه بالدرجه الاولى والدرجه الثانيه خلال هذا العام. قل لي الصندوق وصل يعني لفين في هذه الجزئيه؟ وصلنا بمختصر الموضوع ان نهايه 2019 فعلا هننفذ كلمه الرئيس ان شاء الله، ان احنا بقى غير مصر خاليه من الغير امن. والناس تفهم بس شويه حته غير امن دي. يعني ايه غير امن؟ يعني الغير امن هي ليها اربع درجات. الاربع درجات، الدرجه الاولى اللي هي الدهمه، الخطر على الحياه. الخطر على الحياه ده اللي هو انسان زي سقوط صخره، صخره الدواد من ضمن الدرجات الغير امن، هي خطوره دهمه، خطر حياه، انهيارات جبليه في مجرى سيل في خط سكه حديد، اللي هو خطر مفاجئ على الروح والنفس. طيب الدرجه الثانيه اللي هي سكن غير ملائم. سكن غير ملائم يعني هو انسان عايش في عشه، عايش في بيت بسقف صاج، مخلفات مباني، مباني قديمه، لكن مش خطر على حياته، خطر على مستوى الحياه ان هو عايش في عشه. دي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة اللي هي سكن اللي هي خطر على الصحة، زي سكن تحت ضغط عالي، سكن في منطقة ملوثة صناعيا، في منطقة ملوثة بالصرف الصحي ومياه ملوثة. الدرجة الرابعة اللي هي حياة غير أمنة، باني بيت وحلو جدا، آخر شياكة، فيلا، قصر، واتيفر يعني إن كان، ولكن على الأرض مش أرضه، أرض الدولة. دي اسمها حيازة غير أمنة. دول أربع درجات غير أمن. هو ده عدم الأمان، إن الناس تحط دماغها على المخدة يتعرض لحاجة من الأربعة دول. الحاجة من الأربعة دول
احنا هنقضي عليهم بنهاية 2019 ان شاء الله. الشكل بقى والجمال بتاع الدولة حضرتك قلتيها في المقدمة في الحلقة النهاردة، ان 2030 حاطين تصور واسع وشامل لقضية القضاء على الغير مخطط. السؤال الجاي ايه هو الغير مخطط؟ الغير مخطط اللي هو وهل الغير مخطط يعتبر غير امن كمان؟ لا غير مخطط لا هو امن، امن على حياه الناس على فلوسهم، زي مثلا الناس عايشه في ابراج 14 دور و15 دور و12 دور و10 ادوار، هو امن في مبنى امن على حياته وعلى صحته، مش ملوث، مش خطر ان هو يتهدم بيه، مش حاجات كتير جدا، ان هو عايش امن على حياته، ولكن غير مخطط مستوى الحياه منخفض، يفتقر الى الشبكات، ميه، صرف صحي، كهرباء، حريق، محاور الطرق عشان تخش العربيه، محاور طرق عشان مش معمول تخطيط جيد، معمول تخطيط لسكن المواطن، وتعريفه ببساطه شديده جدا هو مباني اتقامت بطريقه غير مباشره عشوائي. بعيدا عن التخطيط العمراني المنظم والتشريطات البنائيه، واحد بنى في اي مكان، جه بنى وخلص نفسه، بنى شوارع ضيقه جدا 6 8 متر بالكتير قوي، ابراج 14 دور، الاشتراطات بتقول مره ونص عرض الشارع عشان الاضاءه والتهويه و نفس الشيء. مثلا لو قلنا ارتفاعات المباني في منطقه مثلا 5 ادوار، الخمس ادوار دول ممكن ان هو الشبكات تتحمل كثافه السكان اللي هي من 150 ل 200 فرد على الفدان، لكن هو بنى لغايه ما وصلنا في بعض المناطق 700 فرد على الفدان، من 150 ل 200 فرد على الفدان، 700 فرد على الفدان، حتى لو في شبكات، حتى لو في شبكات لن تتحمل هذه الكثافه. فاحنا بندخل هنا بقى بنعمل شبكات جديده او بنطور الشبكات الموجوده، بنغيرها لساعات اكبر، بنعمل ارصفه، بنعمل حريق، بنعمل اناره، اضاءه، امان، بنعمل كل الحاجات، بنرفع مستوى الحياه للمواطن. هل اشتغلنا؟ اشتغلنا في حته ما خدناش تكليف بيها، احنا المفروض تكليفنا من 2020 ل 2030 ل 10 سنين، لا احنا اشتغلنا في 52 منطقه ورفعنا كفاءه 409,000 اسره في غير مخطط. احنا يعني رغم ان احنا كان لسه التكليف مش فيه، لكن سياده الرئيس قال لنا يعني لا اقتحموا المجال، لان المجال ده لوحده يعني لو قلنا 40% من مسطح العمراني مصر غير مخطط لمدن مصر، عشان برضه بحدد احنا مش القرى والنجوع والعزب، لا مش داخله في هو احنا بالمناسبه دي عندنا عدد المناطق العشوائيه بشكل عام قد ايه في مصر وعدد سكانها تقريبا قد ايه؟ احنا المناطق الغير امنه 357 منطقه بتصنيفاتها الاربعه، ودول فيهم 222,000 اسره، يعني حوالي مليون مواطن. طب الغير مخطط هنا بنتكلم، ما بنتكلمش بعدد مناطق بقى، لان غير مخطط دي بنتكلم على مناطق ومساحات. هي 40% 37 ل 40% من المسطح العمراني للمدن في مصر، عندنا 221 مدينه مساحتهم حوالي 417,000 فدان، منهم 160,000 فدان غير مخطط يفتقر الى الشبكات او في شبكات مش مكفيه الكثافات اللي فيها. من 30 ل 40%؟ من 37 ل 40%. طب ده نسبه كبيره، نسبه كبيره جدا، نسبه كبيره جدا. دي لوحدها القضيه دي لوحدها هتكلفنا كدوله 350 مليار جنيه على 10 سنين. ما حدش يقول لي لا دي نخلصها في سنتين في ثلاثه، مفيش موارد للكلام ده طبعا، لازم نجزأها، وما نقدرش طبعا ان ما نقدرش كل سنه نصرف، يعني نقول مثلا خلينا مثلا على سنتين مش هنقدر نحط مثلا 170 180 مليار جنيه في السنه الواحده عشان نقضي على غير مخطط. لكن احنا برضو حاطين خطط لينا ازاي، ما احنا برضو لو اشتغلنا ان احنا في اتجاه واحد بس ناخد فلوس نصرفها، مفيش مشروعات ترجع لنا جزء من الفلوس نقدر نطور بيه وندور حركه التنميه، يبقى احنا كده يعني ده اسمه فشل شويه، لازم يكون شويه. لا خصوصا الرئيس الحقيقه وجه بانه الاماكن الجديده اللي سينتقل اليها المواطنين تكون جاهزه من كله، يعني مفروشات واجهزه وكل حاجه. طب ده يتم ازاي؟ ودور المجتمع المدني هنا بيكون ايه؟ هو دور المجتمع المدني حضرتك على طول خبطتي في الحته على طول، اللي هو الفرش على طول، لان الفرش بتقوم به وزاره التضامن الاجتماعي، وزاره التضامن الاجتماعي بالجمعيات الاهليه هي اللي بتفرش، مش الصندوق، يعني مش الصندوق هو اللي بيفرش المشروعات دي، لا ده وزاره التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الاهليه وصندوق تحيا مصر، الازهر الشريف، يعني الازهر الشريف هو اللي فرش مشروع روضه السيده، فرش كله، وفرش برضه في الاسمرات ثلاثه، وفرش في المحروسه، يعني صراحه هو كان دعم كبير جدا من الازهر الشريف، صندوق تحيا مصر دفع 150 مليون جنيه لوحده في الفرش في المرحله الجايه، حوالي في 6000 واحده هتفرش في القاهره ان شاء الله في الفتره الجايه.
فاحنا يعني في هنا بقى يعني الجامعات الاهليه شغاله معانا في المجال ده ان شاء الله. انما طبعا بقيه الانشاءات والمشروعات كلها هي الصندوق اللي بيقوم بيها من كافه الاوجه. طيب كلمنا عن بقى الادار زي ما قلنا برضو في الاجتماع الاخير مع الست المحافظ، هل كان من ضمن مدار نقل المواطنين للاماكن اللي جاهزه خلاص بالفعل زي الاسمرات زي المحروسه وغيرها من المناطق؟ فعلا احنا مثلا عندنا يعني احنا بدانا خلاص قريب جدا بنسكن اهالينا اللي في روض السيده. النهارده 140 اسره سكنت خلاص في روض السيده الحمد لله. عندنا في 400 اسره سكنوا في الاسمرات المرحله الثالثه، عندنا في 600 وقصور كده اسره سكنوا في المحروسه وشغالين في الفرش دلوقتي بنفرش عشان نكتر عدد الساكنين. عندنا تجاوزنا 750 اسره سكنت في مشروع اهالينا اللي في محور الطوارئ. كل دي مراحل تسكين وكل ده كان بنناقش الكلام ده كله على فكره في فتره وجيزه جدا، يعني فتره وجيزه جدا الارقام دي. وان شاء الله باذن الله يعني خلال شهر ونص هنكون روض السيده واهالينا وجزء كبير من المحروسه والاسمرات. لسه طبعا الموضوع يعني عشان الفرش نفسه بياخد فتره في الفرش والتدبير الفرش نفسه هو ده اللي مأخر معانا شويه. احنا خلاص وصلنا لمرحله ان احنا يعني خلاص كبسنا على المفروش وخلصناه. فدلوقتي يعني النهارده بكلم حضرتك انا بتحرك دلوقتي والشركات بتفرش دلوقتي حالا، يعني احنا يعني بالليل الساعه 2 3 بالليل الشركات بتورد وتبدا تركب بالليل. يعني الموضوع يعني الشغل شغال 24 ساعة. مش بس بالنهار. لا لا احنا كلمه الـ يعني عدد ساعات العمل والكلام ده لا مش موجوده عندنا، مش موجوده خالص. طب ازاي بنضمن، معلش انا هسالك بقى سؤال للناس كتير اكيد بتساله، ازاي نضمن وصول الشقق دي لمستحقيها؟ يعني اللجان المتخصصه مثلا دورها بيكون ايه لحصر المواطنين اللي بيستحقوا ان ينقلوا لهذه الشقق والاماكن السكنيه الجديده؟ ده سؤال حد متبحر قوي في القضيه كده. السؤال ده مهم جدا جدا جدا، هو ده القضيه اللي بتاخرنا عشان نوصل ال يعني الناس او الشيء مستحقينه. اول مرحله من مراحل اي منطقه في العشوائيات بتنزل لجان الحصر، لجان الحصر من المحافظه والصندوق والحي بينزلوا وبتعاون مع الشرطه ومع الجمعيات الاهليه ومع اعضاء مجلس النواب، بننزل نعمل حصر للموجودين على الطبيعه. بعد ما نعمل لهم حصر بنعمل حاجه اسمها الاستحقاق. يعني عملنا حصر لقينا مثلا حد يدعي ان في اربع اسر ساكنين في شقه واحده او اسرتين في اوضه واحده، ونعمل حصر ونشوف. ما ينفعش طبعا في اسرتين في اوضه واحده، ممكن يبقى في اسره في اوضه وبنعترف بذلك. لكن بيحصل بعض بقى بعض الناس الدخلاء وعايزين حد ياخد حق غيره او حد يقول لك ده انا مأجر الشقه دي وعامل عقود ايجار وهميه، لا بيبقى فيه حاجات بقى قرائن اخرى، بيبقى لجان تحري وتقصي، شهادات الميلاد، بطايق بتاعتهم، بطاقه الزوجه، تاريخ الزواج، الاطفال في انهي مدارس، كل الحاجات دي بتدرس ونقول ده فعلا يستحق او لا يستحق، فبيطلع الاستحقاق رقم غير الحصر. من هنا الاستحقاق ده بيقول ده يستحق. بعد كده بنعمل حاجه اسمها لجان التظلمات. لجان التظلمات دي من بعد الاستحقاق حد يقدم تظلم، اكيد ما فيش حاجه اسمها 100%، 100% دي ما اتخلقتش لسه، فبتقدم لجان التظلمات بندرس الحاله، ده فعلا ده يستحق بعد التظلم او لا يستحق بعد التظلم. وبعد كده برضو بيبقى في مرحله ثانيه، مرحله برضو لجنه التظلمات برضو بتراجع على اللجان التظلمات الاولانيه. كل دي مراحل عشان نوصل في الاخر ان هذا الشخص اللي هو مثلا نقول السيد عبد الغفار مغاوري يستحق. هو ده يستحق ولا ما يستحقش؟ يبقى هذا الاسم يستحق ولا لا؟ هنا بنتكلم على حدود وفواصل بنحطها في كشوفات، ومش احنا بس الشغل لوحدنا، ده حاجات كتير والورق نفسه اللي بيثبت مين يستحق وما يستحقش. ومع ذلك برضو لازم نعترف ما فيش حاجه اسمها 100%، اكيد في حد ممكن يظلم وحد ممكن يظلم. فبرضو دي وبنراجعها وبنراجعها وبنراجعها، بس احنا في الاخر بنميل ان اللي فيه ذره شك ان هو يستحق وما يستحقش لا نديله. كويس. عشان ما نظلمش حد. طيب محافظ القاهرة قال باشمهندس خالد انه هيبقى في جهاز اداري لكافة المشروعات اللي هيتم نقل سكان العشوائيات اليها، كلمنا اكتر عن هذا الجهاز وطبيعته واختصاصاته هتكون ايه؟ اولا لازم يكون في كل مشروع جهاز اداري، زي عندنا التجربة الناجحة المشروعات الاسمرات. الاسمرات فيها جهاز اداري هناك بيدير، وفي هناك رئيس حي، رئيس حي الاسمرات بيدير هذا الجهاز ومعاه المعاونين بتوعه الامن هناك. الجهاز ده وظيفته ان هو يباشر التزام الناس بمين اللي ساكن هنا يستحق وما يستحقش، هل حصل تعدي وخروج على النظم ان حد حول
مكانه لمكتب او لمحل او 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 الكلام ده كله بيتابع الكلام ده. في عقود بتبقى بيننا بين المواطن وبين الحي او بين المحافظه، العقود لازم نباشر ان جميع بنودها الدوله ملتزمه بيها والمواطن ملتزم بيها. كل ده هو بيتابعه، الامن، النظافه، الحراسه والامن، الشبكات، في مشكله حصلت ولا مشكله ايه، لدرجه ان عندنا مثلا في حي الاسمرات ان رئيس الحي بيبقى هو زي نقول عمده المنطقه، ممكن يفصل ما بين الخلافات الزوجيه. يعني بجد لا بجد بجد انا عايز اقول لك حاجه، احنا قاعدين في مكتبنا هنا واحنا في الصندوق بيجي لنا مشاكل شخصيه، احنا عندنا مشكله كذا كذا، نعمل ايه؟ بيجي لنا بيسالونا يعني خلاص احنا بقينا عايشين في النسيج، بقى في عشره يعني، بقى في عشره. احنا انا قاعد وعارف ان فلان الفلاني ده عنده زوجه واولاد وهو بيشتغل كذا، احنا خلاص بقينا يعني متعايشين مع الناس. احنا بنخرج ممكن نروح لهم بالليل نقعد نسهر معاهم نتسحر معاهم في رمضان اللي فات، بنتكلم مع بعض الكلام كله. مكتبنا يعني مفتوح في الصندوق، يعني مفيش حد جانا وخبط على باب الصندوق وتقال له لا مش احنا، لا يقابلني، ممكن يقابلني يقول له مش اختصاصنا، لا هو جاي يقابلني، خلاص هيقابلني، اللي جاي يقابلني بيقابلني على طول. ودي حاجه يمكن اعتقد ثقه الناس في الصندوق بقت يعني عاليه جدا جدا، وما نقدرش نفقد الثقه دي في اي لحظه من اللحظات. بالتاكيد يا فندم. طيب انا عايز اروح لمحور تاني في حديثنا، هو ايه المده الزمنيه المحدده للانتهاء من كافه المناطق العشوائيه اللي موجوده بقى في مصر؟ الغير امن احنا قلنا 2019، قلنا السنه دي، اخر السنة دي. وطبعا عشان نبقى يعني واضحين شويه في توضيح بعض النقط معينه، ان مثلا في بعض المشروعات اتضافت جديد على الخريطه القوميه، دي هتخش معانا في 2020 لسه ما كانتش موجوده. يعني مثلا المنطقه زي منطقه مدينه العمال في المنيا، المنطقه لسه اتضافت جديد ما كانتش موجوده في الخريطه القوميه، بس اللجنه العلميه في جامعه المنيا قالت ده بيوت ايه للسقوط، ما كانتش داخله في اختصاص الصندوق، لكن لقينا حياه الناس في خطر دخلناها. في ال1000 وحده اللي بتوع اهالينا اللي هيسكنوا في المثلث ماسبيرو دول، طبعا المشروع هيخلص في 2021 لان المشروع مدته اكتر من 30 شهر، لان احنا عاملين ابراج 25 دور، عاملين بايلز 30 متر في الارض تحت، فالموضوع نفسه هياخد اكتر من 30 شهر، فبنخرج بره 2019. بس هنا باكد على حاجه، ان الاهالي اللي بتكلم عليهم دول في المشروعات اللي دخلت جديد دي كلها، الاهالي دي احنا مسكنينها بره، مدينا قيمه ايجاريه عشان تعيش في الامان. يعني انا امنته خلاص، يعني جوه 2019 انا امنته وحياته بقت امنه، لكن هسكنه امتى؟ ان شاء الله في التوقيتات اللي هي المشروعات هتنتهي فيها على طول. هايل. لكن لما نقول هننتهي امتى من المناطق العشوائيه، يعني هي 2019، نهايه 2019 ان شاء الله، ده غير امنه، ده غير امنه. 2030 الغير مخطط. 2030 دي قضيه كبيره جدا، يعني مش سهله. دي يعني 40% مسطح العمراني في مدن ممتاز. مصر. طب احنا قلنا ايه هو غير الامن، لكن هل عندنا خريطه؟ يعني تقدر تقول لنا فين اكتر الاماكن او الغير امن يعني متمركز في اي مناطق في مصر؟ طبعا القاهره، يعني القاهره عندنا لوحدها فيها 60 منطقه عشوائيه ب 64,000 وحده، دي القاهره لوحدها من 222,000 وحده اللي اتكلمنا عليهم. عندنا في بعد كده سوهاج، عدد مناطق كتيره كلها مناطق املاك خاصه. عندنا القنا فيها 19 منطقه، عندنا في محافظات زي مثلا بورسعيد، وخلاص دي خلصت. بورسعيد دي كانت اللي هي كانت بيحكى عنها او في المحافل الدوليه للامم المتحده لما بيتكلموا على الاماكن العشوائيه في مصر بيجيبوا صور من بورسعيد من القابوتي وابو عوف بيعرضوها في الامم المتحده، اللي هي تعتبر اول مدينه خاليه من العشوائيات عندنا، هي دلوقتي بتعتبر خلاص المدينه النموذجيه او المحافظه النموذجيه في الدوله دلوقتي، اللي كلنا بنشتغل على هذا المنوال زي السيد محافظ بورسعيد كان بيتكلم من شويه اللي هو عادل. خلاص احنا المحافظه دلوقتي من جميع الاوجه بنحاول نخليها المحافظه النموذجيه، اللي هي نبراس كل المحافظات تمشي عليها، هي دي النموذج اللي هنمشي عليه كلنا ان شاء الله في كل المحافظات. فعندنا كان عندنا مناطق كتير، لكن هي القاهره يعني هي صاحبة القضية الكبرى، لأن طبعا أسباب العشوائيات اللي هي الهجرة الداخلية، مناطق جذبة ومناطق طاردة، القاهرة، اسكندرية، بورسعيد، دمياط، دي مناطق جاذبة علشان فرص الطاردة، سوهاج، قنا، المنيا، الفيوم، دي مناطق طاردة.
فده طارد وده جاذب، فدي مناطق الجاذبة أكثر، كانت هي طبعا القاهرة ليها نصيب الأسد في الجذب الأكثر. طيب عايز أعرف إيه الإجراءات اللي بتتبعوها وإيه الصعوبات كمان أو التحديات اللي بتواجهكم أثناء هدم المنازل في المناطق العشوائية، ويعني إيه الآليات اللي بتستخدموها في ده؟ طبعا هو أول قضية وأول صعوبة من صعوبات اللي بتواجهنا اللي هي ثقة المواطن فيما نفعله له. دي أول قضية اللي هو أساسا عقود من الزمن هذه الثقة فقدت. يعني وهو له حق ان هو يفقد، يعني يفقد الثقة دي، لان هو طبعا اخذ وعود كثيرة جدا جدا جدا، ومع ذلك ما حدش كان بيراعي الناس دي. لكن من 2000 طبعا، من اول ما جيت القاعدة السياسية حديثا، بصت الموضوع بصة بما ترضي الله، وكلام انت هتلاحظوا ان دلوقتي يعني ايه، لا هتلاقوا المشروع بيتفتح، لا كان حد اتكلم عليه ولا حد قال حاجة، لكن الكلام قل والشغل هو اللي زاد. فاحنا دلوقتي في مرحلة اللي هو شغل، مفيش حاجه ما تتكلمش، ما تحكيش على اللي هيحصل، اشتغل وبعد كده احكي عليه بعد ما يحصل. يعني انت يمكن الاعلام يلاحظ ان احنا ما كناش بنتكلم خالص قبل ما الانجازات تظهر، بدأنا نتكلم بعد ما خلاص. يعني هنتكلم على ايه؟ هنتكلم اصلا هنعمل حاجه تتكلم عليها، اصل هنعمل، لا مش هنعمل، لا انا عملت وعملت، احنا عملنا وقضيه فيها كذا وكذا. فاحنا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو احنا بنعمل ناس، ودي اللي هي كانت احدى الصعوبات، ولكن الحمد لله دلوقتي بدا المواطن يفهم ان دي حاجه من الحاجات اللي هي خلاص ينساها شويه بقى، خلاص عدم الثقه دي، لان حصل التجارب اظهرت بدانا نبني صح ونسكن الناس في حاجه صح ونتابع الموضوع صح. يمكن الناس كانت الاول فاكره ايه، انتوا هتخرجونا عشان المستثمرين اللي هيجوا تبعوا لهم الارض، لا مفيش مستثمرين، لا ان هو اللي بيرجع تاني. طلعت اشاعات كتير قوي قوي على روضه السيده من حولاتها وجمالها، لا ده هيبيعوها، ده نزلوها المزاد، ده ادوها مش عارف لمين، ده للمحاسيب للمعارف، لباعوا الشقه ب 2 مليون جنيه. النهارده الناس هي اللي بتسكن، مش هلاقوا حد جاي من بره يسكن معاهم، ولا شقه هتتباع في مزبيرو في روض السيدة. فبدا الناس ايه، ده الناس تتكلم صح، ده الناس سكنت في عشش محفوظ في المنيا، ده الناس سكنت في القابوطي وسكنت في الامل في بورسعيد، سكنت في حزارة بعوف، سكنت في الجناين، سكنت كل دول الناس بقت تسكن. الله، طب فين الاكذوبه اللي بتقولها بتدعيها الحكومه؟ لا ده خلاص، ده احنا بننفذ الكلام ده على الارض الواقع. بعض الناس بتصرخ وتقول احنا ظلمنا، ده احنا في بعض الناس بتدعي استحقاق ويستحق. مثلا يعني انا اقول لك، جالي حد مثلا راجل ومعاه خمس بنات، عايز لكل بنت شقه وهم لسه ما اتجوزوش ولا حاجه. طب يعني اعمل انا ايه عشان ادي؟ انت اسره بتاخد تعيش، عشان في اسره ثانيه برضو عندها اوريك عايز تعيش، صح؟ ما نقدرش نحقق لكل فرد، الحق لكل اسره. فهنا دي نقطه اللي هي عدم الثقه. لكن بعد ذلك طبعا ان احنا ننفذ مشروعات، احنا يعني نختلف شويه في شغلنا عن المشروعات الجديده المكافحه العمرانيه او الاسكان الاجتماعي. ما عندناش الارض الفاضيه عشان نبني فيها ونطلع المشروعات الكبيره، لا ده احنا ازاي بنستحقاق، وازاي نفضي مكان عشان نبني فيه تاني، وازاي نوصل لمرحله ان المكان ده يصلح او لا يصلح. في اماكن لا يصلح فيها البناء تاني، زي مثلا مشيه ناصر، الاماكن بنفضيها تاني دي انهيارات جبليه وسقوط صخور، ما ينفعش ان انا ابنيها تاني، او ان انا نفس الخطر موجود. فعشان كده عملنا مشروع الاسمرات، في مكان ينفع نبني فيه تاني زي روضه السيده، زي مثلث ناس بيرو. في اماكن ما ينفعش ان فيها الارض ينفع يتبني فيها، يتبني فيها مشروع تاني زي مشروع المواردي. الارض المكان مكتظ ومتزاحم، ما اقدرش، انا عايز اقلل الكثافه، فنفرغه ونعمل فيه اماكن خدمات ومشروعات خدميه ومشروعات تشغل الناس، تجد فرص عمل، مشروعات ترفيهيه، مشروعات سياحيه. المهم ان احنا كل مشروع احنا ما بنشتغلش اعتباطي. الموضوع مش يلا احفر واضرب واشتغل، لا، كل مشروع اتعمل مدروس هيتعمل هنا ليه وازاي وبكام وامتى يخلص وهو مربوط مع ايه. يعني روضة السيدة دي مش مشروع كده اعتباطي في مكان، ده روضة السيدة ده احدى خمس مشروعات هيتعملوا في نفس المكان ده. هنعمل روضة السيدة 2 و3 و4 و5 في نفس منطقه السيدة. ايه الفلسفه اللي ورا المنطقه دي والمشروعات المرتبطه ببعض في هذا المكان؟ ايه الفلسفه بقى؟ عندنا في خط النيل، خط النيل ده عندنا في مثلث ناس بيرو بتعمل مشروع ضخم، الناس كلها عارفه هيتعمل فيه ايه. طب على اليمين شويه في رمله بولاق واركاديا، في مشروع برضه تعمل هناك. طب على الشمال شويه رحنا السيده زينب اللي هي روضه السيده. طب روضه السيده ده في كذا نقطه، في روضه السيده وفي الطيب وفي ثلاث مناطق تانيين، كل ده
هيتطور ودول هيتطور ده هيتطور. اذا بناخد خط النيل ده كده عشان يتوصل، هو كان الاول اللي عباره عن ايه؟ سرطان بيشع عشوائيات. دلوقتي بيتحول الموضوع لمناطق جماليه كمان، لاشعاع نور بيشع جمال. عشان انا هعمل نقط، النقط دي هتشع زي ما عملنا لما عملنا روضه السيده. لو شفت التصوير الجوي بتاع روضه السيده للمنطقه والمنطقه اللي حواليها بعد ما كانت اسوأ منطقه موجوده، دلوقتي بقت عباره عن فص الالماز اللي في الخاتم. طب واللي حواليها ده هنعمل فيه ايه؟ لا ده احنا هنجمل فيه. هنجمل فيه من حيث العمراني من غير مخطط، بحيث ان احنا في المرحله الجايه دي تبقى منطقه كامله فعلا، مش مجرد خمس مناطق اللي حواليها ده. هنلحم بقى بعد خمس مناطق دول عند مستشفى الاطفال وسور مجرى عيون، في مشروع سور مجرى عيون بيتعمل هناك. هيتعمل المدابغ اللي بتفضى دلوقتي، هتعمل مشروع ضخم جدا. طب امشي شويه شمال في مشروع خياله بنعمله برضه في منطقه الخياله. كل المشروعات دي بتتعمل في البؤر اللي هي العشوائيه دي، وطبعا في المنطقه دي مثلا في عزبه ابو قرن، في بحر بطن البقر، في عزبه خير الله، كل ده هيسكن فيه الاسمرات وسكن. كل دي حاجات مدروسه، مش الموضوع مش اخبط هنا واحفر وابني لا 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 لا، الموضوع مدروس بالنقطه. مدروس بالنقطه ومدروس بالنقطه. انا بعد خلاص ده كده ال 10 سنين الجايين دول هنعمل فيهم ايه؟ ما احنا بعد ما نخلص 2019 هتعملوا ايه بعد ما تقضوا؟ يعني خطه الصندوق ايه بعد القضاء على العشوائيات بقى تماما يا باشمهندس خالد؟ بعد ال 20 30؟ لا الاول الفتره اللي جايه هي إيه؟ بعد 2020 بعد 2020 احنا شغالين في الغير مخطط بقى. اللي هو بنرفع من كفاءه جميع شبكات المناطق العشوائيه، بنعمل طرق، بنعمل خطوط حريق، بنعمل مسارات، بنفتح محاور للطرق، بنجمل المناطق بالاناره بالارصفه بالبلدرات بنرجع تاني. يعني انا الام تسيب ابنها ينزل يلعب في الشارع وهو مطمن عليه ان الشارع نظيف، هيعدي في شارع نظيف. عايز اوريكي صور مثلا، لو لقينا صور المنطقه وهي تراب ولما بقت معموله انترلوك وارصفه وبتاع، شوف الاولاد بيلعبوا بالعجل ويلعبوا ازاي في الشارع هنا، وقبل كده اللي هي المناطق غير مخططه ازاي ان الشبكات الميه والصرف الصحي والكهرباء وصلت البيوت صح، مش بطريقه عشوائيه. كل ده 2020 هنوصل ان احنا نقضي على الغير مخطط. هنوصل نرجع تاني بمصر اللي هي كل حاجه فيها مولاي. احنا بنتمنى نبقى زوربا، نتمنى احنا هنحطين خطتنا ان احنا نبقى دوله ما فيهاش الغلطه كمان 10 سنين ان شاء الله، بحيث ان احنا طبعا انا مش بتكلم ان انا واحد هيستنى ال 10 سنين يقعدهم. حاطين خطه اللي يجي بعدي يكمل عليها ويحسن فيها. بتسجل الاسواق العشوائيه، كنت بتقصد ايه؟ وهل عندنا برضو حصر بده؟ الاسواق العشوائيه، الاسواق العشوائيه دي احدى الافرع الثلاثه للتصنيف العشوائي. عندنا الغير امن والغير مخطط والاسواق العشوائيه، دي التصنيف الثالث والاخير للثلاث اصناف من العشوائيات. عندنا اسواق عشوائيه على مستوى الدوله 1105 سوق عشوائي، فيهم 306000 وحده تجاريه صناعيه مهنيه ايا كان بقى التصنيف بتاعها. عندنا تصنيف برضو في الاسواق العشوائيه، عندنا تصنيف استخدام وتصنيف زمني. الزمني يعني سوق يومي، سوق اسبوعي، سوق سنوي. التصنيف الاستخدام ده غذائي، ده مهني، ده مختلط، ده تجاري، ده حرفي. التصنيفات دي موجوده من كده ومن كده لل 105000 سوق عشوائي. طب عندنا القاهره فيها 134، الجيزه 83، اسكندريه 84، الشرقيه 55، سوهاج 72، المنيا 69. عندنا ارقام كل حاجه وعملنا لها خطه، ومع ذلك برضو اقتحمنا، اشتغلنا في الاسواق العشوائيه وشغالين في يعني اشتغلنا في خلصنا 13 سوق، شغالين في 26 سوق، بندرس 23 سوق تانيين، رغم برضو دي من ضمن الخطه من 2020 ل 2030. ممتاز. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، شرفتنا ونورتنا، وبحييكم على الجهد الكبير اللي بتقوموا بيه الحقيقه، يعني شيء يحترم. فكل التحيه، وان شاء الله على اخر السنه دي يبقى لنا لقاء تاني بعد الانتهاء تماما من كل المناطق غير الامنه. احنا لقاءاتنا دوريه في دايما في احداث، فاحنا دايما موجودين معاكم. تشرفونا دايما، حضرتك تشرفنا طبعا دايما. وخلونا نروح لفاصل ونرجع بعده مع مواجهتنا الثانيه عن سجل جرائم اردوغان الاسود ضد الشعب التركي، إلى جانب تأمره على العواصم العربية بدعم الإرهاب. استنونا.